شاء الله غادي نديرو النوجة، أولا النوجة بالكاوكاو أو الفول السوداني. عندنا في المقادير 200 غرام ديال الكاوكاو، 200 غرام ديال السكر سنيدة، 20 غرام ديال الزبدة، 20 غرام ديال الماء أو جوج معالق كبار ديال الماء. عندنا شي معلقة صغيرة ديال الحامض. غادي نحتاجو بابي سوفيريزي، غادي ندهنوه بأولا ورق الزبدة، وضروري ندهنوه بالزيت باش ما تلصقش لينا النوكا، غادي نوريكم بعد. وغادي نحتاجو الموز، هو غندهنوه بالزيت والمدلك. نبداو على بركة الله، بسم الله. سنيدة ناخذ هذوك القطيرات ديال الحامض، تقريبا ملعقة صغيرة. بسم الله، غنحاول هذا الحامض نمزجو مع السنيدة قبل ما نديرو فوق البوطة. بحال كدا غادي تمزج، نوضعوه على نار مهيلة. بسم الله، نبقاو نحركو من شوية. هاهي بدات كتسخن لينا السنيدة، بدات كدوب. هاي السنيدة ديالنا بدات كدوب، كنبقاو نحركو باش يدوبو بشكل متساوي. السنيدة بدات كطلق لينا داك الما ديالها، كيولي لينا عسل، بدا كيتكرمل لينا. هانتوما شو الشكل ديالها، بقاو غاديين هكا، بقاو نحركو. هو كيما لاحظتو هو بدا كيتكرمل لينا، غادي يبدا يولي كراميل. بان ليكم كنحرك هكا بشويه، والبنات ردوا البال لوجهكم، هاد الشيء راه سخون بزاف. شو البنات، ها هو ولا لينا كيتكرمل، ولا اورانج لا كولور ديالو، غتولي ليا واحد المرايا. غنبقاو نشوفو حتى كتبان لينا بحال واحد المرايا، هنا كتبان لينا بحال المرايا. صافي غنحيدو على البوطة غير هنا في الجانب. هيا بسم الله، كيبقى يطير ردو معاه البال البنات. شتي كيف ولا؟ إين فوا دوب الزبدة، نكب عليه الما مياسي، نكب الما ونرجعو على البوطة.
ما يبقاش كيغلى، كنبقاو هكا حاطينه فوق البوطا وكيغلي حتى ما يبقاش يغلى لينا. نحركو صافي، مابقاش كيغلى لينا. غادي نحطو الكاوكاو ديالنا، بسم الله. ونحركو غير واحد شوية ونحيدو على البوطة. شفتو الشكل ديالها كيف ولا؟ غادي ناخد واحد القريصة ديال الملحة وغنزيدها، بسم الله. ونحرك صافي، هادي هي اخر مرحلة ديالنا. ودابا غادي نكبوه فوق البابي ورق الزبده ديالنا. بسم الله. وكنسدو عليه الطرف الثاني. غادي نجيبو المدلك ديالنا، بسم الله، غير من الفوق قبل ما تبرد بزاف. غادي نحلوها باش نبداو نقطعو، بسم الله. الصوص ديالنا مدهون بالزيت، مربعات ولا على حساب الرغبة ديالكم. هذا هو الشكل النهائي ديالنا، ديال النوكة ديالنا. شتو كي جات بحال ديال الزنقة، غزالة. الدراري الصغار ما خلاونيش نكمل الفيديو. ما تنساوش ديروا ليا جيم وديروا سابوني البنات الجدادات، وخليوا لي التعليق ديالكم، وبسلامه.